انصاري. اي ما شاء الله. الاعياد مقاطع زمانيه تترك تاثيرها في الامه، لان الناس تنظر الى هذا المقطع الزماني بخصوصيه. نظره سريعه حول الاعياد في فكر الكتاب والعترة ما بين التنزيل والتأويل. على سبيل المثال، هذا هو إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، والرواية موجودة في كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، الرواية عن إمامنا الثاني، عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليهما. ونظر الحسن ابن علي عليهما السلام إلى الناس يوم الفطر، يعني في عيد الفطر، الكلام واضح. ونظر الحسن ابن علي عليهما السلام إلى الناس يوم الفطر يضحكون ويلعبون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: إن الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه. مضمار المكان الذي تتسابق فيه الخيول، مكان السبق. إن الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته ورضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المقصرون، وأيم الله لو كشف الغطاء. الإمام هنا يقسم: وأيم الله لو كشف الغطاء، لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته. وفي رواية ثانية: والله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب. ترجيل شعر، ترجيل هو التمشيط، وتصقيل ثوب يعني كما تستعمل المكواة في زماننا هذا، عملية تنظيم الثياب حين تكوى بالمكواة، وهذا المراد من تصقيل ثوب. والله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته عن ترجيل شعر وتصقيل ثوب. هذا الفهم وهذه النظرة للعيد هي في مرحلة التنزيل. النبي صلى الله عليه وآله، وحتى في كلمات أمير المؤمنين، النظرة للعيد وتوجيه الأنظار إلى هذه المضامين موجود، هذا في كلماتهم، هذا في مرحلة التنزيل. أنا قلت في بداية حديثي أن التنزيل والتأويل متداخلان، وأن التأويل بشكل رسمي ابتدأ منذ يوم الغدير، وحتى في زمان النبي كانت مقدمات التأويل موجودة، وكان البعض من أصحابه أمثال سلمان ممن كانوا يعيشون مرحلة التأويل حتى في زمان النبي لعلو مراتبهم الإيمانية. هذه المضامين عن العيد تتناسب مع مرحلة التنزيل،
عناوين، مفاهيم، قضايا تذكر بتهذيب النفس، بالتوبة، بالإحسان، بالإساءة، كما جاء في هذه الرواية: لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسيء بإساءته، إلى آخر الكلام. أو في الرواية الثانية عن ترجيل شعر، يعني لاشتغل المسيء بإساءته لو كشف الغطاء عن ترجيل شعر وعن صقل ثوب. نفس المضامين التي وردت في روايات أخرى، وهي تحدث الناس أنه إذا ما تمت صلاة العيد فتذكروا بذلك يوم المحشر وكيف يبعث الناس من قبورهم، مثل هذه المضامين موجودة. هذا الفهم هو فهم يتناسب ومنطق مرحلة التنزيل. أما في مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل مستمرة تتعالى ولن تكتمل إلا بظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، في مرحلة التأويل يتحول المعنى إلى شيء آخر. هذا علل الشرائع. لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه، الرواية عن إمامنا الجواد عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني جواد الأئمة صلوات الله عليه قال: قلت جعلت فداك، ما تقول في العامة، يعني في المخالفين، ما تقول في العامة؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. روايات عن الأئمة، عن الباقري، عن الصادق، أنهم لا يوفقون لصوم، والمراد لا يوفقون لصوم يعني حين يبتدئون الصيام لم يكن شهر رمضان قد بدأ، وحين يفطرون ويعيدون لم يكن شهر رمضان قد انتهى، وحتى حينما يفطرون يوميا فإنهم يفطرون والليل لما يبتدئ، وأتم الصيام إلى الليل، قبل أن يبتدئ الليل هم يفطرون. قال: قلت جعلت فداك، ما تقول في العامة؟ فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم. فقال لي الإمام يجيبه: أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم. قال: قلت وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين بن علي صلوات الله عليه أمر الله عز وجل ملكا ينادي: أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا فطر، لا صوم ولا فطر. وفي رواية أخرى: لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى. الأضحى مقترن بالحج، يعني أيضا إشارة إلى بطلان الحج، والفطر إشارة إلى الصوم، إلى بطلان الصوم. لا وفقكم الله لا لفطر ولا لأضحى. روايات موجودة في الكافي الشريف وفي غيره نفس هذه المضامين. أنا هنا لست في مقام الاستقصاء، مجرد أورد هذه الروايات على سبيل الأمثلة والنماذج. عن رزين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما ضرب الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بالسيف فسقط، ثم ابتدر. متى ضرب بالسيف فسقط الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ سيد الشهداء، بعد أن أعياه نسف الدم
بعد أن وقع السهم المثلث في قلبه الشريف وأخرجه من ظهره، وبعد أن وقع الحجر في البداية ضرب بالحجر في جبينه، وحين رفع ثوبه ليمسح الدم ضربوه بالسهم المثلث، وهذه التفاصيل موجودة في كتب المقاتل. فحين أعياه نسف الدم جلس على الأرض كي يستريح، فتبادروا إليه، فمن الضربات التي وقعت على سيد الشهداء وأسقطته إلى الأرض ضربة السيف التي وقعت على عاتقه الشريف. الإمام يشير إلى هذه، ضربوه بالسيف على عاتقه الشريف وطعنوه في ترقوته، هنا سقط الحسين على الأرض. لما ضرب الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بالسيف فسقط، ثم ابتدر ليقطع رأسه، ابتدر إليه شمر ليقطع رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيتها الأمة المتجبرة، وفي نسخة المتحيرة، ألا أيتها الأمة المتجبرة، هي متجبرة ومتحيرة، ألا أيتها الأمة المتجبرة المتحيرة الضالة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحى ولا فطر. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين عليه السلام. الرواية عن عبد الله بن دينار عن أبي جعفر صلوات الله عليه باقر العلوم قال: قال يا عبد الله، يخاطب عبد الله بن دينار: يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن. يعني هذه الأعياد حين تمر على إمامنا تتجدد عليه الأحزان، هذا معنى الرواية. يا عبد الله، ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن. قلت: فلما؟ قال: لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. أهم أعمال يوم العيد، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد الغدير، أهم الأعمال زيارة الحسين من قريب أو من بعيد، أهم الأعمال في أيام الأعياد دعاء الندبة. وبهذه المضامين وبهذا التصور، هذا التصور وهذا الفهم هو فهم العيد في مرحلة التأويل. فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين. وحين يظهر الإمام سيتبدل مفهوم العيد بنحو آخر. هذا مقصودي من التأويل، هناك حركة، هناك تطور، تغير في الفهم. حين ينفذ إلى مدارك الأمة الشيعية، إلى عقل الأمة الشيعي هذا الفهم
العيد مقطع زماني، هذا المقطع الزماني معبأ بهذا المعنى، إذا عبئ بهذا المعنى بزيارة الحسين من قريب أو من بعيد بدعاء الندبة، وليس المهم الألفاظ. أنت لو ذهبت إلى زيارة الحسين، إذا أردت أن تزور بكامل جزئياتها بكامل مناسكها أن تقرأ الزيارات المعدة لهذا الأمر، ولكنك لو لم تقرأ هذه الزيارات ووقفت هكذا متفكرا بين يدي الحسين، خاضعا مقرا بأنك عبد وابن عبد وابن أمة، مقر بالرق، تارك للخلاف عليه كما في زياراته، فإنك قد زرته. الزيارة القراءة للنصوص قطعا مهمة، ولكن الزيارة أيضا هي في بعدها هي وجدانية، هي قلبية. أنت لو حملت معنى دعاء الندبة المضامين المهمة هو هذا روح العيد، ولو حملت معنى روح زيارة الحسين هو هذا روح العيد، لأنه ليس المطلوب قراءة نصوص، أنت لست موظفا عليك أن تقرأ هذا المقدار ويدفع لك أجر، القضية قضية روح وقضية وجدان وقضية بنية عقلية وفكرية، وهذه الروايات تتحدث عن هذه المضامين. لا أن نفهم الروايات وكأنها مواد قانونية ينفذها موظف، هذه الروايات تتحدث عن نحت روح الإنسان، عن نحت عقل الإنسان، هذه المضامين تريد أن تنحت عقلية للأمة. هكذا يتحرك معنى العيد. إذا ننظر إلى واقعنا اليوم، هل هناك شيء من هذه المفاهيم؟ إذا كان هناك شيء يذهب الناس للزيارة، ولكن زيارة لا في هذا السياق، زيارة بما هي زيارة دون أن تكون في هذه السياقات وفي هذه المضامين، وأنا لا أتحدث عن ثواب أو عن أجر، ذلك أمر آخر، أنا أتحدث عن بناء عقلي ووجداني وتعبئة روحية في طريق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أنا أتحدث عن هذا البعد، لا أتحدث عن البعد الشعاري المجرد من المعاني، ولا أتحدث عن البعد المناسكي فقط وعن قضية الثواب، تلك أشياء حسنة وأنا لست بصدد الحديث عن كل شيء، وإنما بما يتعلق بهذا البرنامج، بما يتعلق بالموضوع الذي بين يدي. الآن ما الذي يجري في الأمة؟ حينما يقبل العيد كثير من الناس يحزنون، لماذا؟ لأن العيد يعود عليهم بالفرقة، العائلة الواحدة يكون يوم العيد لها سبب افتراق، الابن يقلد سين، الأم تقلد صاد، البنت تقلد جيم، وهذا صائم وهذا مفطر، والقصة تعرفونها، وصار العيد مفهوم لهذه القضية فقط، وإنما العيد مثال. أنا قلت هذه تطبيقات. من الذي فرغ العيد من محتواه؟ المؤسسة الدينية.